طلب ساندويش الكلاسيكي بالدجاج، يكفي شخصين. المقادير: ملعقتي طعام زيت زيتون، 4 شرائح خبز توست محمص، صدري دجاج، 4 شرائح ديك حبش مدخن، 4 شرائح بندورة، 4 أوراق خس الرومي، 4 بيضات مسلوقة جيدا مقطعة إلى شرائح، 3 ملاعق طعام مايونيز أو حسب الرغبة، فلفل أبيض حسب الرغبة، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل من كل جانب، نسخن زيت الزيتون في مقلة ونشوي الدجاج على الوجهين حتى يتقمر، نضعه يبرد ثم نقطعه إلى أصابع، ندهن كل شريحة خبز بنصف ملعقة طعام مايونيز، نضع ورقة خس مع شريحتي خبز ثم نضيف شريحة حبش وشريحتي بيض وشريحة بندورة وبعضا من أصابع الدجاج، نغطي كل ما سبق بشريحة خبز أخرى ونعيد العملية ذاتها. ونغطي بشريحة خبز أخرى. نقطع الساندويش بشكل قطري ونخزها بعود خشبي في المنتصف ليجعلها تتماسك.